نظمت وزارة الداخلية مجموعة ورش عمل تدريبية تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة بمراكز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، وقد شارك فيها شباب الإعلاميين والصحفيين وطلاب الجامعات للتوعية بمخاطر حروب الجيل الرابع وسبل مواجهتها. استكمالا لسلسلة ورش العمل التدريبية التي تعقدها وزارة الداخلية حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول، نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عددا من ورش العمل لشباب الإعلاميين والصحفيين وطلبة الجامعات لتنمية وعيهم بالمخاطر التي يواجهها الأمن القومي وكيفية التصدي لها، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين. تأتي ورشة اليوم في هذا اللقاء مع الإعلاميين والصحفيين والكتاب لخوض حوار عميق وصريح وشفاف وجاد، يتم فيه نقل عدد كبير من الخبرات، ويتم فيه تشبيك مؤسسات المجتمع، ويتم فيه الاصطفاف الوطني بين أرباب القلم وأرباب الكلمة من الكتاب والصحفيين في دورهم المهم والرفيع في نشر الوعي وفي تحصين العقول. ودارت النقاش حول ما هي السياسات الاقتصادية المطروحة في ضوء التحديات اللي بتواجهها الدولة المصرية، ودور هذه السياسات في الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية. الحقيقة كنت سعيدة النهاردة وأنا موجودة في مركز البحوث بأكاديمية الشرطة، وأنا وسط طلبة من جامعات مصرية مختلفة بيتكلموا ويسألوا على حاجات تخص الوطن، بيتكلموا على الإعلام وتأثيره، على الإعلام وصناعة الوعي، على الإعلام والتغييب. خلال هذه الدورات ألقي الضوء على مخاطر حروب الجيل الرابع التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي في بث الشائعات وترويجها والتشكيك في الإنجازات والثوابت الوطنية. وقد أشاد المشاركون من الشباب بدور وزارة الداخلية التوعوي في مواجهة الأفكار الهدامة التي تحاول النيل من أمن الوطن، والذي لا يقل أهمية عن دورها الأمني في مواجهة الإرهاب والجريمة. إضافة بالنسبة لي أن أنا أخد حاجة في أكاديمية الشرطة، ما كنتش أعرف أن الموضوع ده موجود في أكاديمية الشرطة، ورشة بالتنظيم ده بالمحاضرين اللي موجودين ده، قامات كبيرة بتدرس، مواضيع كبيرة بيتم مناقشتها معانا، عدد كبير من السادة الإعلاميين والصحفيين موجودين هنا في الورشة. أعتقد أن هي حاجة وإضافة كبيرة من جانب أكاديمية الشرطة لينا كإعلاميين. أكتر حاجة أنا تحديداً أو شخصياً استفدت منها إيه هو حروب الجيل الرابع؟ إيه آليات الجيل الرابع؟ إيه أدوات الجيل الرابع؟ فعرفت دوري الإعلامي إن أنا إزاي أعرف أفرق ما بين الرسالة دي والرسالة دي. من أهم المحاضرات اللي أنا حضرتها هي المحاضرات اللي بتتكلم عن الإرهاب ودور الجماعات الإرهابية على مدار الفترات اللي فاتت، وإزاي الأجهزة الأمنية في مصر واجهت ده. من خلال الدورة دي قدرنا نعرف إيه الحلقات المفقودة، قدرنا نربط المعلومات ببعض أكتر، وأعتقد إن شاء الله هينعكس على خطابنا الإعلامي. الحقيقة الدورة دي مهمة جدا لمواجهة الشائعات، تعلمت منها إزاي أقدر أفرق بين الشائعة والحقيقة. فكرة جميلة جدا من وزارة الداخلية إن هي تقدم ورش زي كده للشباب، وخصوصا الطلبة الجامعيين، يعني لزيادة وعيهم وإدراك أكتر من جهود الدولة ودورهم في محاربة من الفساد والحرب الإلكترونية. مبسوطة جدا بوجودي هنا وفخورة طبعا بده، ومبسوطة كمان بكمية المعلومات اللي أنا اكتسبتها، وبشكر الحقيقة وزارة الداخلية على كمية المجهودات اللي بتعملها عشان تعمل على زيادة الوعي. عقب انتهاء الدورات التدريبية قام المشاركون بزيارة لمرافق وكيانات أكاديمية الشرطة، تعرفوا خلالها على أنشطتها التدريبية والتعليمية لإعداد الكوادر الأمنية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.